تحية طيبة من استديوهات 218 نيوز في البلاد. امس كانت ليلة قاسية كانت ليلة ثقيلة جدا على قادة المجموعات المسلحة، المجموعات المسلحة اللي تنتمي لمدينة مصراتة. قاعدين نتكلم ونحكوا على 11 ضربة جوية في مقر الكلية الجوية في مدينة مصراتة اللي تعتبر أهم قاعدة في تحالف الوفاق. القاعدة اللي كانت دائما تنطلق منها العمليات الجوية لتحالف الوفاق واللي ضربت كم مره في كم مكان في الجفره وفي كم مكان قاعده تتمركز فيه قوات الجيش الوطني خلونا نخش مباشره في الموضوع نختصر الوقت ونختصر الزمن عندنا الان ضغط عسكري خصوصا ضغط عسكري جوي على مدينه مصراته وتحديدا الكليه الجويه مصراته ضغط هائل ضغط كبير الضغط هذا قاعد ينقسم لمستويات ضغط عسكري في اتجاه سرت ضغط عسكري في العاصمة طرابلس جنوب العاصمة طرابلس ولكن تكثيف ضربات سلاح الجو على الكلية الجوية مصراتة هذا هو الشيء النوعي هذا هو الشيء المهم اللي نتكلم عليه الليلة إذا شن عندك عندك ضغط عسكري عندك خسارات كبيرة قاعدة تتعرض لهن مدينتنا مدينة مصراتة على مستويات و وهذا شيء مؤسف فاتورة على الموت المجاني هذه حكينا فيها أكثر من مرة ومستعدين أننا نحكوا فيها كل يوم. فترى على الموت المجاني عشان مشروع الإسلاميين وعشان مجموعة سياسية مجموعة سياسية ما إنتهازية عندها رغبة أنها تقعد في الحكم للأبد ولو على أنهار من دماء شباب ليبيا وشباب مصراتة. مجموعات الوفاق، تحالف الوفاق اللي قاعد يستغل في مدينة مصراتة الآن قاعد يضحك على أبنائها في حرب خاسرة. في حرب لا تعني مصراتة لا من قريب ولا من بعيد ولا تخدم في مصالحها أصلا أكبر خطيئة دارها الإسلاميين في ليبيا وحيشهد عليها التاريخ أكبر خطيئة هي تحويل الطاقات الشبابية في مدينة مصرات وفي ليبيا بشكل عام لآلات للحرب وللموت أدوات للقتل والقتال والموت أكبر خطيئة للإسلاميين تحويل الطاقة الاقتصادية للمدينة لمدينة مصراتة في اتجاه دعم مشروع الإسلام السياسي والخراب والدمار ما فيش أسوأ من هيك قديش حظها تعيس وسيء مدينتنا مدينة مصراتة حظها سيء في من يدعي بها وصلا زي ما يقولوا أكثر المتشدقين والكذبين اللي هللوا على مصراتة هم اللي دمروها هم اللي قاعدين يدمروا فيها الآن هذا هو واقع عايشيننا ما يعرفوش مصراتة أبدا إلا في وقت الحروب وقت العبث ولما يخسروا في الانتخابات او لما ما يحصلوش صفقات كويسه مع الوفاق مصراتها مش عارف شنو مصراتها مدينه الثوار مصراتها مدينه المحاربين والمقاتلين شوف بالله عليك المنطق القاصر منطق الناس المهابيل يا سيدي ما نبوش اي مدينه ليبيه ان هي تكون مدينه قتال او مقاتلين يكفينا المقاتلين متاعين داعش ومجاهدي داعش اللي يوصلوا عن طريق تركيا لليبيا 24 ساعه مصرات اللي نعرفوها الان مدينه فن ومسرح وموسيقى وثقافه وادب زي اغلب المدن الليبيه ما هيش استثناء بل المزايدين واصحاب الايديولوجيا العابره للقارات وللحدود الجغرافيه السياسيه اللي بوليبيا تعيش في القرون الوسطى القرون المظلمه بل فكنا شوي من اسطوانه مدن القتال ومدن الثوره هذه والتحريض المستمر على مشاريع الموت والخرب والثوار الحقيقيين ما الثوار الحقيقيين الثوار الحقيقيين تركوا سلاحهم روحوا لجامعاتهم لبيوتهم لاعمالهم قاعدين منخرطين الان في عمليه البناء انا الراهن الان لا يمكن تسمع عن قريب او عزيز للسراج او المشري او الغرياني مات في طرابلس او مات في مصراته الحكايه بهذه البساطه مش هذا سؤال الان مش سؤال مفروض يطرحه اي حامل سلاح ينتمي لمدينة مصراتة تحديدا وقاعد يواجه في الموت كل لحظة من أربعة شهور معقولة يضحك عليك شيخ شيخ مخرف أو رجل دين متطرف أو سياسي سياسي حسابه ورصيده فيه مئات الألاف والملايين وين ماشيين راهم كلهم أغنياء اللي قاعدين يجروا الآن كلهم قاعدين يرجوا في اللحظة المناسبة ساعة الصفر اللحظة المناسبة للهروب العظيم أبدأ بسويحلي ومعيتيق وفتح بشاغة والسراج والعماري زايد والغرياني وغيره مسمي ما شئت ما فيش حد مش حيكون معاكم ابدا في اكثر الساعات العصيبه الجايه في الفتره الجايه معقوله ان نموت ونقتل عشان يقعد السراج في الحكم او يقعد المشري اعداء الديمقراطيه المشري اشهر المنقلبين على الديمقراطيه ما فيش حد يضحك علينا بصوت الديمقراطيه تقاتل الان عشان يقعد المشري قاعد على الكرسي من غير من غير اي فائده يا ريت غير سياسيين ينفعوا والله مفيدين خصوصا خصوصا الناس اللي عاشوا في الديمقراطيات الغربيه وعاشوا سنين عمرهم في الديمقراطيات الغربيه ولما جاوا لليبيا وللحكم تحولوا لمجموعه سياسيه همجيه متطرفه قعدوا دواعش رسمي في المعتقد وفي الممارسه حظها سيء هالمدينه مصراتة مدينة حظها سيء بكل المقاييس لأن في ناس قاعدين الآن في هذه اللحظات المباركة يدفعوا فيها للهاوية طبعا مش الهاوية بتاعت السويحلي في ناس تبي تدفع مصراتة للهاوية يبوا يحكموا بأي طريقة والله ما تهمهم حاجة لو تدمرت مصراتة بالكامل لو تدمرت طرابلس لو تدمرت كل ليبيا لو ماتوا كل شباب مصراتة شن هي المشكلة عادي حرب مقدسة بتاع الإسلاميين قاعدين يدافعوا الان عن مصالحهم وعن ارهابهم واجرامهم، ام المعارك. والله قصه محيره، شيء محير الان. صعب انك تفهمه. ان المدينه الليبيه مدينه ليبيه، مدينتنا قاعدين يقودوا فيها ناس يقودوا فيها للفناء عشان تتحقق اوهام او احلام الصادق الغلياني او غيره. هل هذا شيء منطقي؟ خلونا ندخل في أحداث، احداث امس ابرز الاحداث امس ومصراتها هي خبر الاخبار اليوم تنفيذ ما يزيد عن 11 ضربه جويه ليليه من قبل سلاح الجو لدى القياده العامه للقوات المسلحه الليبيه واستهداف من خلال هالضربات هذه بنيه تحتيه لقاعده تركيه طبعا هذا هذه هي المفاجاه ولو ان في ناس واجده مش متفاجئه بها قاعده تركيه معده حديثا تكلموا من شهر يوليو في 2019 في قاعده الكليه الجويه مصراته 11 ضربه بعدين عادت طائرات سلاح الجو الى قواعدها سالمه بعد ما كملت وانجزت مهمتها القتاليه اللي تم تكليفها بها طبعا القاعده التركيه في ناس تسال عن القاعده التركيه هذه القاعده هذه منشاه عسكريه عباره عن منشاه عسكريه تركيه متكامله فيها مجموعه هناجر للطيران المسير اللي يستخدموا فيه موجودة في ذخيرته وغيرها من أنواع الطيران وفي أيضا مدرج جديد منفصل يعني غرب القاعدة تحديدا عشان يشغلها تقريبا طولها 600 متر نص كيلو وفي أيضا أدوات ولوازم لوجستية قبل ما نعلق الآن على الأخبار هذه ونب نحكم من جديد عن خيارات مدينة مصراتة في الشهر الخامس من المعارك المستمرة بين قوات الجيش الوطني والمجموعات المسلحة المتحالفة والموالية مع حكومة الوفاق المجموعات التي تقاتل تحت شرعية رئيس المجلس الرئاسي قبل ما نتكلم عن القصة هذه كلها خلونا نشوف معكم حديث الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري اللي عنده رسالة مهمة جدا في سياق قصف البارحة على الكلية الجوية مصراتة البارحة هي ضربة استراتيجية ضربه جويه استراتيجيه اشتركت فيها انواع متعدده من الطائرات. واشتركت فيها قواعد جويه ومهابط جويه مختلفه على الاراضي الليبيه من قبل طيران القياده العامه للقوات المسلحه. اشتركت فيها عده غرف عمليات. اتخذ القرار لهذه اه الضربات من اعلى مستوى من سيدي القائد العام للقوات المسلحه. لماذا؟ وهنا الخطاب يجب ان لا يكون للشعب الليبي فقط بل ليبيا والمنطقه الاقليميه والمجتمع الدولي وهناك جزئيه خاصه لاهالي مصرات عليهم ان يفهموا هذه الحقيقه ولا يستمعوا لتضليل الغرياني وكذب فتحي باش اغا وهدرزه شو سويحلي لا عليكم الان ان تستمعوا الى صوت الحق الصوت الذي يرتبط بكم ارتباط روحي نحن ليبيين نحن ابناء هذا الوطن نحن تربطنا علاقات تاريخيه من ايام الجهاد، من ايام عمر المختار، من ايام حتى جهاد ضد كنا شركاء ولا شركاء وسنبقى شركاء رغم كيد الكائدين ورغم المؤامرات ورغم الحاقدين. ولكن عليكم ان تفهموا هذه الحقيقه. الحقيقه ان هذا المطار المدني وهذا البطار الذي كان يستخدم لتدريب الطيارين الليبيين طلبة الكلية العسكرية على فكرة جانب هذا الجانب جانب الكلية العسكرية توجد كلية الدفاع الجوي كلية الدفاع الجوي نتذكر في سنة 1985 قمنا كطلبة بتشجير هذه الكلية نحن مشجرنا هذه الكلية وبالتالي لا نرضى أبدا بأي حال من الأحوال أن نقوم اليوم بتدمير هذه الكلية وتدمير كلية جوية هذه مؤسسات ليبية وهذه منشآت عسكرية ليبية نحن نستحق بحاجة إليها في المستقبل ستخرج الطيارين تخرج ضباط الدفاع الجوي تخرج ضباط المهندسين الفنيين ستخرج الكثير من الكوادر التي نحتاجها في وبالتالي لا يمكن أن نفكر في تدمير هذه المنشآت وهذه المباني على الإطلاق وهذا يجب أن تكونوا على ثقة تامة من هذا الكلام لا يمكن أبداً أن ندمر منشأة ليبية واحدة، ما بالك منشأة لها علاقة بالقوات المسلحة، ولكن ما أجبرنا البارح على استهداف كلية جوية بهذه الكثافة من الضربات الجوية، استخدمنا أكثر من طا... نوع من الطائرات، أكثر من قاعدة، هذا العمل الاستراتيجي كان وراه سبب، على الليبيين أن يعرفوا هذا السبب. هذا المطار المدني الذي الآن ينتظر في حجاج مصراتة وينتظر في التجار الذين يقومون في استجلاب البضائع عن طريق هذا المطار تحول بقدره قادر وقدره الاخوان المفلسين الارهابيين وبقدره المجرمين اللي بتطيع مصراته تحول الى قاعده تركيه. اذا الشكر للناطق باسم القياده العامه للجيش الوطني اللواء احمد المسماري. من جديد الان. في ضغط هائل الان على مصراته. عسكريا امنيا واجتماعيا مستويات واجده وضغط على مستوى الخيارات وهذه اللي بتكلموا فيها الان لم يكون في ضغط على مستوى الخيارات معناه يتطلب ان نحن نشوف قيادات مختلفه قيادات وطنيه من مدينه مصراتة القيادات اللي تم تهميشها او اللي تم اقصائها لانها كانت وما زالت رافضة أن مصراتة تكون رأس حربة في مشروع الإسلاميين وجماعات الإسلام السياسي اللي قاعدة الآن تحكم في طرابلس وقاعدة تستخدم في مصراتة دايرة مصراتها زي المعسكر بتاع التجنيد تستخدم في مطاراتها في مرافقها الحيوية عشان تجيب السلاح اللي قاعد يخضع بالمناسبة حتى هو لمعايير معينة وخاصة في التوزيع معايير خاصة في التوزيع بين المجموعات المسلحة اللي تنتمي كلها لمدينة مصراتة طبعا لحسابات عرقية ما نبوش نحكو فيها الآن حتى السلاح التركي تم يمشي إلى مجموعات مسلحة دون غيرها ومجموعات كلها تنتمي لمصراتة لكن حتى بينها الآن بين المجموعات في أفضلية وفي محاباة وهذا طبعا مؤشر خطير لشكل من أشكال التصدعات وزيادة مسافات سؤنية النية وانعدام الثقة داخل تحالف مصراتة تحالف مجموعات مصراتة نفسها ما نحكوش الآن عن تحالف الوفاق تحالف الوفاق موضوع آخر الآن أصبح الموضوع فيه واضح جدا الطيف الغريب العجيب اللي قاعد يقاتل تحت شرعية حكومة الوفاق ما قدرش انه هو يهندس مصالح مشتركه في خلال اربع شهور اللي فاتت اللي يوحدهم فقط شيء واحد قتال الجيش والحفاظ على مصالحهم مصالحهم المتضاربه وهذه ايضا مشكله تحالف الوفاق الاساسيه في مشكله اساسيه في تحالف الوفاق ان مصالح المجموعات المقاتله والمجموعات السياسيه قاعده متضاربه رغم تحالفهم المعلن لكن هو تحالف هش في عندك مجالس شورى في عندك سرايا الدفاع عن بنغازي وفي جزء من قيادات أنصار الشريعة وفي مجموعات لمهربي البشر والوقود اللي فكرة الاستقرار أو عودة المؤسسات الأمنية حيوقف شغلها نهائيا طبعا حيوقف عملها في مجال الجريمة المنظمة في مجال العصابات هذول كلهم عندهم شوية مشاكل مع مجموعات طرابلس أو ثوار طرابلس لكن تلقى مثلا تجد أن في تناغم كبير جدا بينها وبين مجالس الشورى هذول جماعة مهربي البشر والوقود في تناغم بينهم وبين مجالس الشورى مجموعات أبو عبيدة المرتبطة بتنظيم القاعدة بل مرتبطة حتى بداعش واحد يسأل ليش ليش هالتناغم اللي يصير بينهم لأن ظاهرة التهريب ديما تلقاها وتجدها مرتبطة عضويا بظاهرة الإرهاب التهريب مصدر دخل أساسي لكل الحركات الجهادية الدينية المتطرفة عشان هيك ما تستغربش أبدا لما تشوف هالتناغم بين البيجا مع زياد بلعم تهريب وإرهاب تهريب وإرهاب بل ان ميليشيات تهريب الوقود والبشر والهجره غير النظاميه قاعده الان تشتغل 24 ساعه على بيع سلاح يبيعوا في سلاح لتنظيمات ارهابيه تنظيمات الدوله الاسلاميه اللي قاعدين الان يشتغلوا في مناطق صغيره في الجنوب واللي قاعدين يهجموا مره مره تمركزات يكون في الجيش الوطني ايضا في شيء مهم قاعد يوصل جزء من السلاح التركي لتنظيم الدوله الاسلاميه تقارير امنيه توصل فلوس الفلوس اللي توصل لتنظيم القاعده او اي تنظيم متطرف اخر الفلوس اللي تجيهم قاعده من ضمن الفلوس والمخصصات متاع العمليات العسكريه اللي قاعد يصرف المصرف المركزي من خلال قرارات رئاسيه هذا واقع مش ادعاءات ابدا اعلاميه في سوق كبير الان سلاح قاعد سوق سلاح كبير في العاصمه بيع وشراء سلاح حتى في بعض المجموعات المسلحه مجموعات صغيره قاعده تبيع في سلاحها الان ربما جزء منهم اكتشف ان المعركه هذه ما معركة. معركته قاعدين يبيعوا في سلاحهم ويمشوا اذا الضغط اللي قاعدين نشوفه فيه الان على مصراته اللي خشوا بها الاخوان المسلمين وبقيه الاسلاميين في رهانات الموت الخاسره والله يعز عليك فعلا الان مدينه ليبيه تشتغل بها ايديولوجيات عابره للقارات اسلاميين ايديولوجيات جايه من العصور الوسطى من العصور المظلمه من فجوه في التاريخ تشتغل بمدينة ليبية عريقة لخدمة مشروع إسلامي مدعوم قطريا وتركيا تحت عناوين الثورة وتحت عناوين الديمقراطية وهذا هو أسوأ هذا سيء للغاية عناوين الديمقراطية أكثر شيء يستفز لأن من ناس منقلبين على الديمقراطية إذا عندك ضغط الآن على كل المستويات خلينا نحكي شوية عن خيارات مدينة مصراتة وهذه قضية حكينا عليها وما فيش مانع لو أننا نحكوا عليها في كل حلقه وفي اكثر من مره. من يوم 4 ابريل نتكلموا عليه، قلنا راهو يا جماعه وين ماشيين؟ وين ماشيين؟ الاسلاميين تقريبا قضوا على رصيد مدينه مصراته عند الليبيين. هذه كارثه. من قبل فبراير وبعد فبراير. والاخطر قدروا الاسلاميين ان هم يسحبوا رصيد مدينه مصراته حتى في حرب البنيان المرصوص ضد داعش في سرت. رغم ان في نقطه هنا على قصة داعش وعلى سيرة داعش في نقطة نبي نوضحوها لأن مرات الأمور تجد ملتبسة شوي الحديث هنا راهو مش على البنيان المرصوص لأن خاضوا حرب عادلة ضد داعش في سرت لكن نراه حربك الآن على داعش مش معناه أنه هو شيك على بياض أنك أنت تستمر في رفع السلاح في وجه الدولة 24 ساعة سواء كنت تشكيل مسلح مؤدلج أو غير مؤدلج تشكيل مسلح ديني أو غير ديني النتائج النهائية وحده في اللي يجيك يقول لك والله باهي يا سيدي في عندك الان مجموعات مسلحة وغير إرهابية وغير مؤدلجة في مجموعات مسلحة جهوية مفروض أنك أنت تكون أو تكون سبل التعامل معها مختلفة في مجموعة سياسيين هو ما نش عارف يعتقدوا لأسباب ما معينة أن الميليشيا أو المجموعة المسلحة المؤدلجة أو الميليشيا الدينية تختلف عن الميليشيا الجهوية غير الدينية أو يعتقدوا أن المجموعة المسلحة الجهوية أقل خطر من التشكيل المسلح الديني أو الإيديولوجي هذا طبعا كلام غير دقيق كلام غير صحيح بالمطلق لأن حمل السلاح في وجه الدولة نتائج نهائية وحدة النتائج المدمرة نفسها سواء كنت داعش أو كنت حامل سلاح في تشكيل مسلح ودير بوابات وموقف حال الدولة الآن عشان تكون المقاربة أوضح داعش اللي قاعدة الآن تكفر في الدولة داعش وبقية التنظيمات الجهادية ناس عندهم رؤية أخرى لمفهوم الدولة عندهم رأي آخر في مفهوم الدولة وتبي ترجع الخلافة الإسلامية والنموذج التاريخ السياسي للحكم وقاعدة الآن في حالة عداء مع الدولة مع الواقع ومع الحاضر ناس عايشين في الماضي أيضا التشكيل المسلح غير المؤتلج واللي ما عندش ما عندش هواجس والله أفكار دينية تاريخية متطرفة حتى هو قاعد يكفر في الدولة الآن من خلال رفعة لسلاحه في وجه الدولة ما هي هذه جريمة حتى هي خلاص إذا كنت مش داعش أو مش تنظيم قاعدة أو مش مجالس شورى معناها أمورك جيدة غير صحيح قاعدين عائق حقيقي قدام ليبيا مجموعات مسلحة غير مؤدلجة ولكن راكمت سلطة ونفوذ ومال وتسرق في البنك المركزي في ثمان سنوات وتسرق في فلوس الليبيين وتساوم في المؤسسات الليبية ومنعت عمل القانون وعمل الشرطة والجيش وعمل المؤسسات الأمنية هل في أبلغ من هذا المعنى في الكفر بالدولة وبفكرة الدولة؟ نتائج نهائية واحدة سواء كنت داعشي أو كنت حامل سلاح في وجه الدولة أيضا المجموعة اللي شايلة سلاحها الآن في وجه الدولة وفي وجه الشعب الليبي ما هيش أقل خطر من داعش أو القاعدة بل أن وجودها الآن وجودها المجموعات المسلحة من 2012 هو اللي دار زي الحاضنة الأمنية لأن راهو حتى الإرهابيين أو التنظيمات والمجموعات الإرهابية لا يمكن أن هي تعيش إلا في المناخات الفوضوية والمناخات الميليشوية ببساطة ما قادر نفهم القضية هذه بصراحة صعبة ما نقدرش نفهمه الآن ما نقدرش نفهمه بشكل كويس الكلام والنظريات اللي تطرح فيهن بعض النخب السياسية العظيمة الليبية المستفيدة من الأوضاع القائمة ومن طياح السعادة اللي نحن قاعدين فيه أو النخب اللي هي موعودة بامتيازات امتيازات ضئيلة صغيرة من تحالف الوفاق مش قادرين نفهم الآن شكل الفرق اللي يشوفوا فيه بين ميليشيا حاربت ليبيا وسرقت فلوس الدولة وتمنع في عمل القانون وتحبس وتخطف الليبيين وانقلبت على الديمقراطية وخربتها في 2014 وبين داعش ولا القاعدة مش قادرين يشوفوا الفرق ما هي نفس النتائج ما هم الاثنين الآن معادين لفكرة الدولة وحتى فكرة الديمقراطية ما اللي يعتقد أن مجموعات مسلحة تؤمن بالديمقراطية طبعا النكتة هذه اللي يتم ترديدها نكتة سمي ملهاش معنى في بعض مثقفين الليبراليين الليبيين للأسف ملتصقين بالميليشيات 24 ساعة من 2011 ويرددوا فيها أن التشكيلات المسلحة هذه هي الوحيدة القادرة على إحياء قيم فبراير وثورة فبراير نكتة هذه هذا النخب نخب عادش التحشم شنو علاقه المجموعات المسلحه اللي انقلبت على فبراير وعلى مسارها الديمقراطي في 2014 شنو علاقتها بفبراير اصلا ما هو اغلبها تشكلت بعد فبراير بعد 2012 وقاعدين الان ويعتبروا في مشروع الجيش الوطني انه هو مشروع يقود في الثوره المضاده والله اذا في فعلا شيء اسمه ثوره مضاده الثوره المضاده هي هالمجموعات اللي تقاتل اليوم عشان امتيازاتها وعشان تستمر في سرقة حلم الليبيين بالاستقرار والتنمية والديمقراطية في نخب سياسية الآن يعني قاعدين يتصدقين أنفسهم عندنا سياسي على سبيل المثال عندنا سياسي كبير شهير اسم معروف اسم لامع نجم رب يكون في عونه يكتب 24 ساعة عن حماة الديمقراطية في طرابلس صلاح بادي البيت بقية الأسماء الغريبة العجيبة أسماء التحشم تقولها وبقية الإرهابيين وأخوة السلاح والمجرمين اللي يتموا ليبيا وطفوا قناديلها اليوم الآن في عندك ضغط عسكري على مدينة مصر عودة من جديد لموضوعنا الضغط العسكري هذا واستمرار القصف الجوي لكلية الجوية مصراتة وما حولها يبدو أنه هو حيرفع رصيد الأصوات اللي اللي دائما واقفة ضد الحرب في مصراتة الأصوات اللي هي عارفة كويس أنها حرب خاسرة إن إذا استمرت مدينة مصراتة في تحالفها مع الأخوان المسلمين وتحالف الوفاق المليء بالإرهابيين والإسلاميين واللصوص حتخسر ماديا وإنسانيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا عارفين وزبطين المعادلة مظبوط لأن مصراتة الآن وهذا شيء مؤسف نقوله فيه بأسف المدينة قاعدة الآن تستنزف عشان يقعد السراج في الحكم يضحكوا على مصراتة السراج يضحك على مصراته وقاعد يتسوق في العواصم الغربية وهو متهني البال مش حيموت السراج في الحرب هذا شيء أكيد ولا واحد من أقاربة أو أبناءه لا هو ولا مستشاريه اللي يموتوا الآن هم أبناء مصراته تهيلي واضحة القصة الآن الأصوات الوطنية اللي داخل مصراته هذه اللي بدأ يرتفع صوتها مع زيادة الضغط العسكري والقصف الجوي للكلية الجوية مصراته وغيرها ومع ارتفاع فاتوره الموت والحرب في مدينه مصراته الاصوات هذه عارفه كويس ان اذا استمرت القيادات المتطرفه اللي قاعده تقود في مصراته ومشي بها نحو المجهول في مشروع تدمير مصراته واثقين وعارفين ان المعركه حتنتهي في قلب المدينه في قلب مصراته هذه مشكله كبيره وخطيره جدا ولكن الى هذه اللحظه اللي نتكلموا فيها الان ما زال الجيش الوطني قاعد يعول يعول على تجنيب وتحييد مدينه مصراتة من هذه الحرب حرب تخدم في مصالح الاسلاميين اللي قاتلوا عشان مصالحهم ليش الامور مش واضحه واضحه الامور بلكي حد مقتنع فعلا الان بلكي في حد مقتنع ان خالد المشري قاعد يقاتل من اجل طرابلس والله لو كان همتهم طرابلس ما خلوا الميليشيات تسرح وتمرح لو كان همتهم طرابلس ما خلوش الميليشيات تسرح وتمرح فيها من الـ 2012 لعند 4 ابريل لعند ما وصل الجيش جنوب العاصمه طرابلس لو السراج طرابلسي زي ما هو دير روحه ويحب ويعشق طرابلس راهو ما خلاش طرابلس غنيمه للمجموعات المسلحه لو كان هو فعلا فارس وابن طرابلس وقلبه على طرابلس وعلى اهلها وناسها ما خلاهاش راهو خذ موقف من البدايه من الميليشيات من اول ما دخل طرابلس وراهو ما وصلناش اساسا لهالمرحله مش صحيح ابدا راهو انه يتم تجاهل اخفاق السراج في اكثر من ثلاث سنوات، في ناس تتجاهل فيها الجزئيه هذه، وهذه جزئيه مهمه. اخفاق فشل مش اخفاق. اخفاق لما تقول اخفاق معناها في محاوله. فشل ما فيش محاوله اصلا في قضيه الترتيبات الامنيه. لا يمكن في بعض السياسيين الان يقولوا لنا السراج بريء وناجح. هو اخفق في كل شيء. فتح الباب لميليشيات الاعتمادات والنهب المنظم الممنهج لليبيا وما شاء الله أعضاء الرئاسة كلهم أسمائهم موجودة في تقارير ديوان المحاسبة كلهم فاسدين تو واحد يقول لي الآن أنت تحكي على الفساد وما على مجلس النواب برلمان عقيلة صالح مجلس النواب وبرلمان عقيلة صالح أيضا مجلس فاسد وفيه سراقين وينهبوا في ليبيا في نهب منظم من الحكومة المؤقتة لحكومة الوفاق لكل الأجسام السياسية باستثناءات نادرة لصوص وسراقين يسرقوا في ليبيا بكل قوة قلب مش هذا الواقع؟ المواطنين والمواطنات الليبيات مطوحين قدام المصارف وهؤلاء السراقة قاعدين مستمرين في نهب ليبيا، نهب ما يمكن وما امكن نهبه. شرق وغرب هذه نقول فيها دائما. من سوء الحظ او من حسن الحظ عندنا عدالة اجتماعية لكن عدالة اجتماعية في شيء واحد فقط. في النهب المنظم. عدالة اجتماعية عندك سراقة في الشرق سرقها في الغرب وفي الجنوب وان كان الجنوب اقل لأنه ما فيش مؤسسات السراج ليش ما نزعش سلاح المجموعات المسلحه من شنو كان خايف مش هو مدعوم دوليا من البدايه مش كان يقدر ياخذ موقف حقيقي من البدايه يطلعوا بعدين عاد في بكائيات كاذبه عن طرابلس تحب طرابلس وتتركها للميليشيات اربع سنوات عودة لمصرته شيء عجيب الآن إن شاء الله الآن بس الغرياني أو المشري أو السواحلي أو معيتيك اللي ما فيش واحد منهم فقد ابن له أو عزيز له في هذه الحرب إن شاء الله الآن يكونوا مبسوطين وأبناء مصراته يمشوا بالبلاش عشان يخدموا مشروع بقائهم في السلطة إن شاء الله يكونوا مبسوطين وسعداء ربي هنيهم أمس في شيء وفي حدث نوعي ايضا له علاقه بخيارات مدينه مصراته الجيش الوطني اصدر بيان موجه لمصراته ولاهلنا في مصراته البيان طبعا قاعد يوضح ان الجيش الوطني قاعد عنده امل اخير ان المدينه يتم تحييدها عن حرب غير معنيه بها فقط حتطيل عمر الازمه الامنيه فقط زي ما صار في بنغازي المجموعات السياسية ومجموعات عمل الإسلام السياسي اللي كانت تدعم في مجال السور درنا وبنغازي بكل قوة نجحت في شيء واحد إن هي تطيل عمر الحرب في بنغازي لكن انتهيت في نهاية المطاف إرادة الناس مش بس إرادة الجيش الوطني الناس اللي طلعوا ضد الإرهابيين والإسلاميين والجهاديين والتطرف الناس اللي تبي دولة تستعيد الدولة سؤال واحد الآن قدامنا هل فعلاً هل نحن الآن قدام فرصة تاريخية لتحييد مدينة مصراتة عن صفوف الإسلاميين؟ الجواب نعم في حالة طبعا أن ارتفع صوت العقلاء طبعا جواب مشروط مشروط بارتفاع صوت العقلاء وأن مصالح مصراتة يطلع يقولوا مصالح مصراتة مش هي الوقوف في صف الإسلاميين أبدا مش هذه مصالح مصراتة مش مصالح مدينة مصراتة أن تصطف مع السراج أو الغرياني أو المشري أو قطر أو تركيا قضايا لا تعنيها هذه مش مصلحة أي مدينة ليبية أصلا في الواقع نبي نقرأ كم جزء ربما جزء كبير منكم تابع أمس رسالة الجيش الوطني لمدينة مصراتة أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي عن عدم الرغبة في استهداف مدينة مصراتة ومرافقها إلا أن هذا طبعا عاد استدراك في الرسالة إلا أن مساهمتها في المجهود الحربي ضد عمليات تحرير طرابلس من سيطرة التشكيلات المسلحة اضطر الجيش الى اعتبارها هدفا مشروعا للسلاح الجوي الليبي الكلام راهو كله مهم الان نكمل راهو البيان هذا طبعا صدر مباشره بعد ما نفذ الجيش اكثر من 11 ضربه جويه مكثفه الليله اللي فاتت على الكليه الجويه بمصراتة ومحيطها التزامن هذا في رساله ايضا مهمه تزامن التزامن نفسه تزامن الرساله مع الضربات في رساله مهمه مفادها رساله واضحه تقول ان راهو الجيش عنده القدره على انهاء اي دور عسكري لمدينة مصراتة بالقوة ولكن القوة هذه فيها مشكلة أيضا ربما حتضع المدينة قدام فاتورة فاتورة من الخسارة مش حتقدر تتحملها وهذا شيء غير مفيد لمصراتة وغير مفيد لكل ليبيا وهي مدينة ليبية مهمة الآن من المفترض يكون لها دور تاريخي ونوعي في المرحلة هذه للمساهمة في إعادة الاستقرار للمساهمة في سحب السلاح من كل التشكيلات المسلحة نكمل البيان بيان الجيش الوطني أو رسالة الجيش الوطني لأهل مصراته ومدينة مصراته. إن استمرار استضافة مدينة مصراته للدعم العسكري التركي يجعل منها هدفا عسكريا مشروعا للجيش الوطني. أما إذا التزمت الحياد وعدم التدخل وتقديم دعم لقوات الوفاق فسوف يغير الجيش من نظرته للمدينة ويتوقف سلاح الجو عن استهدافها والتزام بعدم التخطيط لمهاجمتها في المستقبل. رسالة مستقبلية وتطمينات مستقبلية بعد عمليات تحرير طرابلس من التشكيلات المسلحة. تقريبا اللي عندنا الان هذه خطه عمل واضحه للجيش فيها ضمانات المنطق يقول ان الضمانات هذه اكثر من كافيه انها تجعل اصوات العقلاء في مصراتة يتكلموا ضد الاسلاميين وقيادات الاسلام السياسي اللي قاعده ماشيه بالمدينه في اتجاهات مدمره يطلعوا يقولوا لهم وقفوا الاستهتار وقفوا العبث وقفوا دف الطواجين اللي تدفوا فيهن لابناء مصراتة عشان انتم تقدروا في الحكم بكل بساطه راهو الجيش الوطني الان فيه قيادات من مدينه مصراته من كل مدينه جيش دوله مش دوله جيش عندنا الان مشروع وليد مشروع الوحيد اللي نجح في الثمان سنوات هذه مشروع مؤسسه عسكريه وطنيه مؤسسه ليبيه وطنيه عسكريه الاهم من المنجز العسكري اللي دار الجيش في مغازي او في درنا في الجنوب اللي هو المنجز التاسيسي اعاده المجاهره بالامن وعوده المؤسسات الامنيه الرسميه للحياه في ليبيا اهم منجز نحن معاه بالدعم وبالنقد زي ما نقوله دائما النقد جزء أساسي وأصيل ورئيس من عملية الدعم لما تقول دعم وتقول أنا ندعم في الجيش الوطني في هذا المشروع ومشروع المؤسسة العسكرية اللي يستعيد ليبيا الدعم يشمل فيما يشمل النقد والتقويم والتصحيح لما يغلط الجيش نقوله فيها في المئتين وثمانطاش نقوله فيها وبالمناسبة وقلناها في مناسبة سابقة ما عندناش فيها أي مشكلة إذا الآن رسالة مهمة وواضحة ومباشره وصريحه ما فيهاش اي تاويل من الجيش الوطني. شنو يقول الجيش لمدينه مصراته الان؟ ما هو خطاب القياده العامه شنو هو؟ خطاب القياده العامه للجيش لمدينه مصراته مصراته في موقفين الان قبل ما نحكي عن رساله الجيش. موقفين واضحات هن الاثنين مواقف واضحه. في موقف الجيش اللي في اكثر من مناسبه قاعد يقول يا جماعه يجب ولازم ان مصراته تطلع من هذه الحرب. لانها ما هيش حربها هذه هي حرب الاسلام السياسي ما هم قاعدين قيادات الاسلام السياسي في كل مكان يقودوا فيها في المقابل عندك موقف ثاني اللي يمثل فيه تحالف الوفاق يقول لك لا 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 مصراته هي البطله هي القوه الحقيقيه ما هو اللي تصير مصيبة ينادي مصراته اللي يخسر في الانتخابات ولا اللي بيدير حرب ولا اللي بيدير حرب زي فجر ليبيا يكلم في مصراته تعالي الى القتال تم تسخير مدينة مصراتة كمدينة للحرب والقتال والموت حيدوها عن دورها التاريخي سرقوا منها كل مكتسباتها ومنجزاتها السراج المشري سويحلي جويلي كلهم يقولوا لازم تقاتل مصراتة لازم يموتوا شباب مصراتة في سبيل قيام الدولة المدنية الدولة المدنية هنا تعني دولة الإسلام السياسي الإرهابية المتطرفة تستخدم المفردات زي ما, زي ما يبقى. الجيش بيحيد مصراته والاسلام السياسي بيورطها معادله واضحه الغرياني يوزع في ميداليات الجنة والموت المجاني وقاعد يسوق لمشروع الموت والشهاده والجنه من خلال خطاب ديني متطرف ومتاخر تجاوز العالم وتجاوزه الليبيين رجل عايش في القرون الوسطى مسكين ما زال يحكي عن الارهاب ما زال يروج للارهاب لا يكل ولا يمل وين ما في الارهاب وين ما في الصادق الغرياني متخصص اذا رساله الجيش شنو بيقول من جديد راهو استمرار استضافه مدينه مصراته للدعم العسكري التركي متاع الاسلاميين حكومه الاخوان المسلمين في تركيا حيجعل هدف يجعل من المدينه هدف عسكري مشروع للجيش الوطني في حال ان هي التزمت الحياد مش مطلوب شيء مش مطلوبه معجزه في حاله التزمت الحياد وعدم التدخل وتقديم الدعم لقوات الوفاق اللي فيها مجالس الشورى فيها ارهابيين حيغير الجيش من نظرته للمدينه وحيتوقف سلاح الجو عن استهدافه والتزام بعدم التخطيط لمهاجمتها في المستقبل. خطوط عريضه هذني لفتح البيبان بعد عمليات تحرير طرابلس من التشكيلات المسلحه. ما فيش اوضح من هيكي. هل تحول مدينه مصرات الان هل تحول مدينة مصراتة لمعسكر سلاح ومقاتلين يخدموا في الإسلاميين هل يخدم في المقابل في مصالح مدينة مصراتة حد يجاوبنا على السؤال اللغز الأشياء على قد ما هي بسيطة على قد ما هي يبدو أنها قاعدة معقدة المدينة التجارية ومدينة الفن والثقافة هل تحولها لثكنة عسكرية للإخوان المسلمين وجماعة الوفاق حيخدم مصالحها الاقتصادية مثلا هل حيخدم دورها الاقتصادي الكبير والمهم في ليبيا الجواب قطعا لا يعني تحييد مصراته من الحرب راهو هذا مش حيخدم مصالح الجيش عسكريا لان بالاساس تم تدمير كل الدفاعات الارضيه في الكليه الجويه مصراته انتهيت القضيه لكن تحييدها حيخدم مدينه مصراته ويخدم ليبيا ويخدم مدينتنا مدينه مصراته لما نقول مصراته راي مدينه لنا اي مدينه في ليبيا طرابلس درنا البيضه المرج سمي ما تشاء مرزق كل شيء سبها هذه مدن الليبية الاتجاهات شرق غرب هذه ما تعنيناش، قضية ما تعنيناش. الناس اللي عندهم الاتجاهات ويقيسوا شرق وغرب هذه هذه قضية لا تعنينا. سميها عاطفية سميها زي ما تبي، ليبيا نشوفوا فيها واحدة فعلا. حقيقة مش مش كلام. ليبيا واحدة غصبا عن اللي يبي واللي ما يبي. ليبيا واحدة نشوفوا فيها. كيف الشرق كيف الغرب كيف الجنوب. من المفترض أن الدخول في حرب زي هذه ما يخدمش ليبيا ولا يخدم السلم الاجتماعي. في مسؤولية إضافية الآن راهو على القيادات اللي تمثل في صوت التيار الوطني في مدينة مصراتة. راهو اليوم أصبح واضح جدا أن المجتمع الدولي مش حيوقف الجيش، هذه قضية انتهت. لو تتابع ببساطة شكل المشهد الدولي الإقليمي والجمود السياسي اللي فيه انقسام الأسرة الدولية والقصة هذه، البعثة الأموية مش قادرة تشتغل. غسان سلامه قبل شهرين قالها. قال صعب اني اكمل مهمتي كممثل لمجتمع دولي منقسم. الواضح الان يعني الجماعه اللي موجودين في الوفاق واللي راهنوا على المجموعات المسلحه واللي راهنوا على مشروع الميليشيات والفوضى شيء بسيط راه المجتمع الدولي مش حيوقف الجيش، قضية انتهيت اي متابع يقدر يعرفها، مش محتاج لعبقريه سياسيه. كل يوم يمر تركيا تواجه في صعوبات ان هي توصل سلاح او ارهابيين لليبيا. بل ان الترجيحات العسكريه الغربيه قاعده تقول في نقطه قاعده تقول ان فرصه الجيش وفرص الجيش قاعده تتضاعف في انجاح مشروعه واخضاع المجموعات المسلحه في العاصمه طرابلس. تقارير غربيه. ناس اللي تتابع من بعيد المتفرج عامر عقل زي ما يقولوا يتفرجوا من بعيد يشوفوا في القصه هذه يقولوا ان فرص الجيش اكبر بكثير. بعد ما استنزف واجد من قدرات العسكريه المجموعات المسلحه واستنزف ارادتها القتاليه ومره ثانيه المجتمع الدولي واضح للجميع انه هو لا يمكن يقف في وجه مشروع الجيش الوطني لسبب بسيط جدا أن أولوية الدول الكبرى المؤثرة والمنخرطة والمهتمة بملف الأزمة الليبية هي الاستقرار وهذه تتقاطع مع مشروع الجيش الوطني اللي يقود فيه الاستقرار اتصال حفتر اتصال ترامب بحفتر حكى عن نقطتين هذين مكافحة الإرهاب وتأمين موارد النفطية بين قوسين الاستقرار الكلام اللي نتكلموا فيه الآن وإن الجيش بيحيد مدينة مصراتة عن الحرب سبقونا عليه ناس واجدة وسبقوا الجيش قيادات من مدينة مصراتة فتحت باب مع القيادة العامة وقاعدة تحاول أنها الآن تلعب دور وتجنب وتحيد المدينة عن هذه الحرب وتوقف فاتورة الخسارة الكبيرة اللي قاعدة تتعرض لها وخلوني نمشي بكم لصحيفة الاندبندنت العربية الصحيفة الإنجليزية ولكن النسخة العربية منها تكلمت بالخصوص تكلمت على جزئية مهمة جدا نقرأ كم جزء كشف مصدر دبلوماسي رفيع من طرابلس عن عقد لقاءات عدة ضمن قادة فصائل مسلحة من مصراتة وشخصيات سياسية مقربة من قيادة الجيش ليش؟ لبحث إمكان وقف الحرب جنوب العاصمة طرابلس وسط وعود مصراتة لقواتها من جنوب طرابلس المصدر طبعا صحيفة الاندبندت زال ما كمان الخبر أكد الدبلوماسي لاندبندت عربية رغبة قادة مصراته في الحصول على ضمانات بعدم اقتحام الجيش مدينتهم لقاء انسحابهم من جبهات القتال جنوب العاصمه وكانت الاجابه القطعيه طبعا للقياده العامه ممثله في ضروره ان تسلم ميليشيات مجموعات مسلحه التي تنتمي لمصراته سلاحها وان تخضع لسلطه الشرطه والامن في المدينه التي سيجري تكليفها بتامين المدينه من جانب حكومه مرتقبه. انا نشوف فيه خبر جيد. الواضح على ما يبدو انه هو خبر جيد ايجابي، خبر مفيد مفيد جدا انك انت تفتح ابواب الحوار في قضيه انسحاب المجموعات المسلحه من مدينه مصرات اللي تنتمي لمدينه مصراته من حرب الاسلاميين شيء كويس. لانها زي ما قلنا ما تخدمش هذه الحرب في مصالح في مصالح اهل مصراته ولا تخدم في مصالح ليبيا. وايضا رد الجيش في جزئيه مهمه. قضيه تسليم السلاح بتاع المجموعات المسلحه قضيه مهمه. تستلم أجهزة الشرطة والجيش في المدينة منطقي جدا ما اللي ما يستلمش السلاح يعني من هي الجهة اللي ممكن تستلم سلاح في أي مكان في العالم في أي دولة الشرطة والأمن والجيش منطقي جدا من شايف أي مشكلة في هذا الطرح مدينة مصراتة مدينتنا وزي أي مدينة ليبية السلاح يكون موجود داخل المؤسسات الأمنية فيها حيصيرا بعدين خروقات أمنية يصير مشاكل زي اللي يصير في بنغازي على سبيل المثال خرقات امنيه لكن هذا كله مفهوم في اطار الحرب الامنيه مش مبرر ولكن مفسر نفهموها لابد ان البلد محتاجه لسنه وسنتين عشان تستقر لكن الامور افضل بوجد لما تحتكر المؤسسه العسكريه الوطنيه السلاح الثقيل والمتوسط ويا ريت يحتكروا كل انواع السلاح في ليبيا بصراحه مش نقص موت الليبيين لما تحتكر هل مؤسسات السلاح تنتهي بشكل واجد لأن يعني في عندك جهابذة ومفكرين سياسيين يقولوا أن المشكلة في ليبيا مشكلة سياسية لكن الواقع في ثمان سنوات يقول أن المشكلة أمنية الواقع يقول أن في عشرين مليون قطعة سلاح بين الأيدي العابثة بين المجرمين والقتل وقطاع الطرق اللي كانوا يسدفوا في التوابيد قدام على السلطة التشريعية في البلد المؤتمر الوطني لا خلوا ديمقراطية تنجح ولا خلوا أحزاب تنجح ما خلوش أي شيء ينجح فشلت الديمقراطية والأحزاب وفشل في كل شيء في ليبيا ونجح الإرهاب ليش؟ لأن عندك مشكلة أمنية نكمل الخبر المهم من نفس الصحيفة وفيما لم يدل المصدر المصدر الدبلوماسي الرفيع اللي اتصل بالصحيفة الاندبندت بأي تفاصيل ما حكاش وما تكلمش على أي تفاصيل عن شكل الحكومة المنتظرة والجهة التي سيخول لها تشكيلها أكد يحكي على أسباب فتح الباب من قيادات في مصراتها مع الجيش أسباب رغبة مصراتها في الانسحاب من جبهات القتال جاءت بعد انهيار قوة الحكومة حكومة الوفاق وتفككها لاسيما بعد تفتت قوة مجالس الشورى ميليشيات أغلبية ميليشيات ومنها مجالس الشورى بنغازي الذي أصبح موزعا طبعا إذا موزع بين غريان غرب طرابلس ومرزق وفي جنوب البلاد قاعدة متوزعة مجالس الشورى الآن جزء منها في مرزق قاتل جزء موجود في غريان وجزء موجود في جنوب العاصمة طرابلس في حقيقتين مهمات الآن جزئيتين مهمات في الخبر الأولى هي قصة الانقسامات والتصدعات الميدانية اللي ضربت تحالف الوفاق. وهذه قصة المظالح المصلحة المتضاربة اللي تكلمنا عليها المتعارضة بين كل المجموعات المسلحة من مجالس الشورى لمجموعات ابو عبيدة لمجموعات مصراتة ما في شيء يجمعهم هالقصة هذه كلها الا الحرص على الغنيمة. غنيمة بتاعة الـ 2011 ناس أعداء حقيقيين لفكرة الدولة وإقامتها وأعداء لفكرة الديمقراطية. هذه هي الحقيقة. وعلى سيرة مجالس الشورى اللي موجودة في مرزق. الناس أيضاً تسأل عن مرزق. آخر المستجدات في مرزق. الواقع العسكري الآن في مرزق. كالتالي واللي موجود من مصادرنا في قنوات 218. الأخبار اللي نقولوا فيها الآن فريق محترف قنوات 218 يتأكد ويتثبت وبعدين نحكوا لكم ونقول لكم في الأخبار. آخر المجريات العسكرية في مدينة مرزق. المسلحين جزء من المعارضة التشادية جزء من عصابات الجريمة هذول كلهم بإمرة حسن موسى التباوي تحت مسمى قوة حماية الجنوب حصلوا فلوس وحصلوا دعم كبير هائل بين أمس واليوم قوة حماية الجنوب الدعم مازال يتحصل عليه من المجلس الرئاسي دعم هائل دعم مسلح وذخائر واسلحه وفلوس وصلت من طرابلس عن طريق مطار اوباري هذا اللي صار بين امس واليوم استعدادا للهجوم اللي شفناه بداره من امس واليوم من 17 اغسطس السبت امس وجات العمليه هذه تحت اسم السبت الاسود زي ما سموه شن داروا المسلحين ضمن جماعه المعارضه تشاديه وجزء من عصابات الجريمه اللي تدفع لهم فلوس مرتزقه بين قوسين حسن موسى تحت مسمى قوات حماية الجنوب من الصبح بدين في القصة هذا ومن الصبح هم مشنين الهجوم الآن مسلح وما زال مستمر على تمركزات ونقاط القوات المسلحة الليبية والشباب اللي قاعد يساند فيها في مرزق في مدينة مرزق والشبكات ما زالت ما زالت مستمرة وما زالت على أشدها في ناس ماتت في شباب مدنيين من القوة المساندة من داخل مدينة مرزق قتلوا في هالمواجهات هذه ضد المسلحين وضد جزء من المعارضه الشديه وجزء من العصابات لكن ايضا سلاح الجو كانت عنده كلمه اخرى في القصه هذه سلاح الجو شن اليوم بين اليوم وامس ثلاث غارات على نقاط قاعده متمركزه فيها العناصر المسلحه وقوه ما يعرف بقوه حمايه الجنوب في مدينه مرزوق ايضا انقطع الضي بالكامل على مرزوق الان والناس هجرت ونازحين قوه حمايه الجنوب انقطعت حتى الاتصالات لبيانا والمدار مش موجودة الآن في المدينة بصعوبة حصلنا اتصال بدري أيضا المسلحين بتاعين المعارضة للتشادية وغيرهم دخلوا حي المقرية في مدينة مرزق وأيضا حرقوا البيوت زي ما داروا في أكثر من منزل في الآن حملة تهجير وانتهاكات ما لهاش مثيل في الجنوب سابقة في تاريخ فزان بالكامل في التاريخ السياسي الليبي كله الاجتماعي حرب حقيقية على الهوية نقولوا فيها عاد بوضوح وبصراحة مطلقة الأمور واضحة قاعدة الآن حرب وقتل وتهجير ونزوح بعض المراقبين الخبراء العسكريين قالوا والله القصة هذه هي قاعدة الآن يحاول تحالف الوفاق أنه هو يفتح في جبهات يحاول يشتت انتباه الجيش إلى آخره للأسف دهمنا الوقت نتمنى السلامة طبعا لأهلنا في مرزق ولأهلنا في طرابلس دهمنا الوقت في قضايا واجد ما تكلمناش عليها وفي أخبار أخرى واجدة ما حكيناش فيها دهمنا الوقت وصلنا لنهاية حلقة البلاد الليلة تحياتي أنا خليل الحاسي وأيضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد نتمنى لكم أمسية طيبة